وعندما ننظر إلى هذه العلاقات اليوم التركية الخليجية سيد ياسر مرة أخرى بالنسبة للزيارة التي كانت الرئيس أردوغان أيضا إلى الإمارات وأيضا لقاء هناك بأيضا الشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد وعلاقات وتجارية واقتصادية واستثمارات إماراتية في تركيا 10 مليارات دولار أيضا أمريكي تم الاستثمار من قبل الجانب الإماراتي. ماذا عن بالنسبة للسعودية اليوم؟ ماذا ستفتح هذه الزيارة على المسار الاقتصادي هنا؟ يعني تصوري دولة مثل المملكة العربية السعودية يعني حجمها أكبر بكثير، وهي تعتبر أكبر دولة خليجية بالنسبة للإمكانيات الاقتصادية وللفاعلية السياسية. عملية التقارب ما بين تركيا والسعودية ستنعكس بشكل إيجابي كثيرا على عمق الاستثمار الخليجي في تركيا، وبالأخص عمق الاستثمار السعودي، وأيضا ستفتح كما ذكرت أسواق كبيرة تعتبر أسواق مهمة جدا بالنسبة للاقتصاد التركي. أتكلم عن قدرة شرائية كبيرة جدا، هي الأكبر على مستوى المنطقة العربية. المملكة العربية السعودية دولة مهمة جدا بالنسبة للمنطقة، وتركيا تفهم وتقرأ مثل هذا الأمر، لذلك تركيا تتعامل بحكمة سياسية عندما تجتمع بعلاقات طيبة مع كل الدول العربية وعلى وجه التحديد. ماذا يعني اجتماع